بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل تحية ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، حفظكم الله، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن، يقول فضيلة الشيخ عبد صالح: كيف يتحقق التوحيد في عصرنا الحالي ولا زالت بعض المشاهد في بعض الدول الإسلامية موجودة، مثل كالطواف بالقبور وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحقق التوحيد في عصرنا الحاضر بما تحقق به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وخلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة والتابعين لهم بإحسان، وهو إخلاص التوحيد لله عز وجل، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه، والبراءة من المشركين. بهذا يتحقق التوحيد بإذن الله. ولو كان في بعض الأرض من يشرك بالله ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعو الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة، فإن هناك ولله الحمد أمة من المسلمين قائمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولا تخلو الأرض ولله الحمد من قائم لله بحجة، وإن كثر الخلاف والفساد فإن هناك طائفة لا تزال على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة، والحمد لله. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور صالح. سؤاله الآخر يقول: كيف نطبق معاني التوحيد في حياتنا؟ بإخلاص العبادة، نعم، بجميع أنواعها لله عز وجل، بعد تعلم التوحيد ومعرفته ومعرفة أنواعه حتى نعمل بها جميعاً ونقوم بها كما جاء في الكتاب والسنة، وهذا ميسر ولله الحمد. والدعوة إلى التوحيد ولله الحمد قائمة، وعلماء التوحيد موجودون ولله الحمد. فالتوحيد ولله الحمد لا تخلو منه الأرض إلى أن تقوم الساعة. نعم. نعم، سؤال الأخ عبد الرحمن الآخر والأخير يقول: هل يوجد علاقة بين الأمن والتوحيد؟ نعم، هذا مذكور في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله عز وجل ووحدوه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، فالظلم هنا المراد به الشرك. والظلم ثلاثة أنواع، أشدها الشرك بالله عز وجل، سمي ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالأمن لا يتحقق إلا مع التوحيد، الأمن المطلق ومطلق الأمن. الأمن المطلق لمن أخلص التوحيد لله وسلم من المعاصي والذنوب والسيئات، ومطلق الأمن لمن أخلص التوحيد لله سبحانه ووقعت منه بعض الذنوب التي دون الشرك. فالحمد لله، الأمن مربوط بالتوحيد وإصلاح العقيدة
وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، أثابكم الله. ولازلنا في هذه الأسئلة وفي هذا السياق عن التوحيد حفظكم الله. هذا سائل آخر يقول: يقال إن التوحيد يشتت ويفرق المسلمين، ما تعليق معاليكم؟ هذا كذب وخلاف الواقع، فالتوحيد هو الذي جمع المسلمين، ولا يجتمع المسلمون إلا على كلمة التوحيد التي جمع الله بها بين العرب والعجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. الذي يشتت الأمة هو الشرك بالله عز وجل، وهو الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المناهج، هذا هو الذي يشتت الأمة. أما إذا اتحد المنهج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلص التوحيد من الشرك وعبادة غير الله، فهنا تتوحد كلمة المسلمين. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال كلمة يجتمع لكم بها العرب ويبذل لكم من أهل الكتاب الجزية. قالوا: وما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هذا هو الذي يفرق الأمة، أن يكون كل شخص أو كل أهل بلد أو كل طائفة لهم معبودات من دون الله عز وجل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور صالح. أعود إلى الأسئلة، حيث هذا السائل أبو إبراهيم من الرياض يقول: ما مفهوم الأمانة في الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ الآية يقول: هل تشمل الأمانة حفظكم الله الأمانة في العبادات والأمانة في أمور الدين والدنيا؟ الأمانة عبارة عما استحفظ عليه الإنسان وصار أمانة عنده، وهذا يشمل الأمانة في الأعمال الشرعية والتكاليف الإلهية من عبادة الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمانة والزكاة أمانة والوضوء أو الاغتسال من الجنابة أمانة. كل التكاليف والأوامر والنواهي الشرعية فإنها أمانة بين العبد وبين ربه عز وجل. وكذلك تشمل الأمانة ما استحفظ عليه الإنسان من الأسرار فلا يفشيها ولا يظهرها، وكذلك تشمل الأمانة الودائع التي تكون عند الإنسان بأن يؤديها إلى أهلها إلى أهلها إلى من ائتمنوه. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك من الأمانة إسناد الأعمال من أمور المسلمين، إسنادها إلى المؤهلين الذين يقومون بها. قال الله جل وعلا مخاطبا ولاة الأمور: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذلك بإسناد الوظائف الدينية إلى من يقوم بها علما وعملا وتحقيقا. هذا كله من الأمانة. فالموظف ائتمنه ولي الأمر على عمله الوظيفي فيؤديه ولا يبخس منه شيئا. والأمانة شاملة،
كل ما استحفظ عليه الإنسان من أمور الدين والدنيا فإنه يكون أمانة في ذمته يحافظ عليه. نعم. أثابكم الله فضيلة الدكتور. نذكر أيضا الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-3-0. نبدأ بهذا الاتصال من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الأخ محمد من المدينة النبوية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال للشيخ، هل يجوز تحليل السك في نهار رمضان أثناء الصيام؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا. شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. نعم، تحليل السكر إذا كان إنه في شيء خفيف فإنه لا بأس به في رمضان، وأما إذا كان شيئا كثيرا ويسحب من المريض شيء كثير للتحليل كالدم ونحو ذلك فإن هذا يفطر الصائم، أما الشيء اليسير فهذا لا يضر. نعم، نسأل الله يعني سبحانه أخذ العينة اليسيرة. نعم. لتحليلها لا بأس بذلك ولا يضر الصيام. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم. هذا حفظكم الله يقول أبو صالح من الدمام، يقول نسمع من بعض مغسلي الموتى قصص وحكايات عن ما يحصل لبعض الموتى، سواء كانت هذه القصص حسنة أو غير ذلك، ويتحدثون بها للآخرين من أجل الاتعاظ، ما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، والمغسلون مؤتمنون على أسرار الأموات فلا يفشوها، ولا يصلح هذا أن يكون مغسلا للأموات الذي ينشر ما قد يظهر له أو ما يتوهمه من أحوال الأموات، بل يستر عليهم ويستغفر لهم ولا ينشر شيئا مما يظهر له من أحوالهم إن كان ظهر له شيء من ذلك فهو مؤتمن. نعم، أثابكم الله. هذا السائل محمد مقيم في المملكة يمني، يقول كيف نشكر الخالق والرازق جل جلاله على ما أنعم به علينا جميعا من صحة وغيره؟ الشكر يكون باللسان، أما بنعمة ربك فحدث، ويكون في القلب بأن يعترف بأن هذه النعمة من الله، لا بحوله هو ولا بقوته ولا بكده وكسبه، وإنما هي من الله عز وجل، وكذلك يصرفها في طاعة الله ولا يصرف النعمة في معصية الله. فأركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، أثابكم الله فضيلة الدكتور. أيضا معنا اتصال أبو ثامر من شرورة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم طيب. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك يا أبو ثامر. ارفع صوتي، الله يحفظك. أبا سأل الشيخ، الله يحفظك. تفضل، معك الشيخ. عندي زوجتي طال الله عمرك حلفت بيني على تقصين شعر بنتها. طيب. جاءت قصت شعر بنتها يوم من الأيام وقلت لها لا عاد تقصيه، فقالت والله ما عاد قصة، وبعد سنة اضطرت أنها تقص شعرها، هل يلزمها شيء يا شيخ؟ طيب، في سؤال آخر؟ نعم، السؤال يقول بارك الله فيكم، أن زوجته حلفت بأن لا تقص شعر بنتها، ولكن يعني في النهاية قصت الشعر هذا، فماذا عليها؟ عليها كفارة يمين، يعني إطعام 10 مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من الطعام، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، أو كسوتهم كل مسكين له ثوب، أو ذبح، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو اعتاق رقبة، هذا الثالث. نعم. أو اعتاق رقبة مؤمنة، هذه مخير فيها. وأما إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة
فإنه يصوم ثلاثة أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. أم بدر من الدمام تسأل فضيلتكم، تقول: هل للزوجة أن ترفض المعاشرة لأن زوجها تزوج عليها؟ لا يجوز لها هذا، ولزوجها الحق في أن يتزوج عليها، لكن مع القيام بالعدل بين الزوجات بأن يعطي كل زوجة ما تحتاج إليه من مطعم ومشرب وكسوة ومسكن، ويبيت عندها ليلة من الليالي، من ليالي يعني ليلة من 4 ليالي يكون عندها، يبيت عندها في بيتها. إذا قام بهذا فله أن يتزوج إلى 4 نساء، الله باح له ذلك. وإذا امتنعت من أجل أنه تزوج عليها فهي ناشز، والنشوز معصية، لا يجوز لها أن تنشز عن زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. أثابكم الله، معنا اتصال من تبوك، الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله. بنسأل الشيخ. يسمعك الآن، تفضل. يا شيخ، الحرمة عندها قضى من رمضان يراح 16 يوم ويا حامل ب5 شهور ما تستطيع الصيام، وش تسوي؟ شكرا لك يا محمد، تفضل يا شيخ. تؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان، تصوم رمضان الحاضر ثم بعده تصوم ما عليها من رمضان الماضي إذا استطاعت، ليس عليها شيء غير القضاء لأنها معذورة بالتأخير. نعم. أثابكم الله، هذا محمد مصطفى سوداني مقيم في المملكة، يقول: هل يجوز أن أسأل أو السؤال غير الله في الحاجات وفي الدعاء؟ السؤال الناس في الأمور التي يستطيعونها من إعطاء المال وغير ذلك لا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. أما سؤال الناس شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله عز وجل، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. فلا يجوز سؤال الأموات لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوك، ولا سؤال الأحياء الذين لا يقدرون على ما تطلبه منهم، ولا سؤال الغائبين، إنما يكون السؤال للحاضر الذي للحي الحاضر الذي يقدر على إعطائك ما تسأل. نعم. أثابكم الله، سؤاله الآخر يقول: ما هو مفهوم الإيمان وكيف نطبقه؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان. وأما أركانه فهي 6: الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى الاتصالات، الأخ عبد الرحمن من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سم. أقول يا شيخ، أنا لنا أسبوع هنا في الرياض. إيه. أغلق التلفزيون شوي، اسمعنا عن طريق الهاتف. طيب، وما هل يجوز لنا القصر في الصلاة؟ طيب، تسمع الإجابة، شكرا لك. نعم،
يسأل يقول لي أسبوع في الرياض. إيش يقول؟ يقول لي أسبوع في الرياض هل يجوز لي القصر والجمع؟ إذا كنت ناويا الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة، تصلي تماما وتصلي مع الجماعة بارك الله فيك. نعم نعم. هذه الأخت أم فهد من جدة تقول جزاكم الله خيرا، ما حكم الدراسة في المسجد للنساء إذا كانت الدورات الدراسية دائمة وقد تكون الواحدة منهن في عذرها الشرعي؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا للدراسة ولا لغيرها، ودراسة النساء الأولى أن تكون في البيوت ولا تكون في المساجد، لأنهن قد يتعرضن لما لا تحمد عقباه، ومن أمور قد لا تستطيع منعها، فعليهن أن يجتمعن في بيت من البيوت ويدرسن القرآن أو غيره. ولكن الحائض حتى ولو في البيت ما تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل من الحيض. نعم أثابكم الله. هذا الأخ سعد من الرياض يقول هناك في مسجدنا في الحي أحد الأخوة يصلي معنا ولكن يصلي منفردا وأحيانا يسابق الإمام، ما توجيهكم في ذلك؟ كل هذا لا يجوز، لا أن يصلي منفردا ويترك الإمام، ولا أن يسابق الإمام إذا دخل معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الحديث. فالمأموم يتابع إمامه ولا يوافقه ولا يسابقه، إن تعمد المسابقة ولم يعد بما سبق حتى يأتي به بعد إمامه فإنها تبطل صلاته. نعم بارك الله فيكم. هذا الأخ معنا هادي من نجران، حياك الله. مرحبا، السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. كيف حالك؟ عطني بالله الشيخ بكلمة. تفضل، عطناك الشيخ، تفضل سؤالك. كيف حالك شيخ أخبارك؟ ألو سم اطرح سؤالك. شيخ عندي سؤالين بالله. سم، السؤال الأول، ما فضل من قام ليلة القدر وصلى فيها؟ الله يبلغنا شهر رمضان، قل آمين آمين إن شاء الله. بس في سؤال آخر. السؤال الثاني، ما حكم من قال سني أو شيعي؟ إيش حكمه الكلام ذا؟ طيب شكرا لك بارك الله فيك. عن فضل ليلة القدر حفظكم الله، قال الله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن قام ليلة القدر وأيضا اشتغل بالدعاء في ليلة القدر فإنها خير من 1000 شهر، وألف الشهر 83 سنة وزيادة أشهر، هذا فضل عظيم. والسؤال الثاني، والله ما كم نعم. ما كمل، لكن ننتقل لسؤال آخر. يقول سني وشيعي، ها الظاهر كذا، تفضل يا شيخ. سني وشيعي، نعم هناك سني وهناك شيعي. نعم، ولا شك أن الافتراق والاختلاف موجود، هناك اختلاف وافتراق يقتضي الكفر، وهناك افتراق دون ذلك، فالافتراق يختلف. نعم أثابكم الله. هل لليلة الخامس عشر أو الليلة الخامس عشر من شهر شعبان لها فضل وميزة عن باقي الليالي؟ لا، لم يثبت في ليلة النصف من شعبان أي دليل على اختصاصها بشيء، ولا يوم النصف من شعبان أن يصام، لم يثبت في هذا شيء، فيكون ذلك بدعة. قيام ليلة النصف من شعبان خاصة وصيام يوم النصف من شعبان خاصة هذا بدعة، لأنه لا دليل عليه. أما من كان يقوم من عادته القيام
فإنه يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لغيرها، وكذلك من كان يصوم يصوم النصف من شعبان تبعا لصيامه. نعم، أثابكم الله. نعود إلى الاتصالات. معنا أبو فهد من الظهران، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين طال عمرك. الأول هل السلام في المسجد عندما يدخل الإنسان في المسجد سنة أو واجب أو مستحب؟ يسلم على يشهر بالصوت لا دخل المسجد، يسلم على حاضر. عليكم قال لك إيه؟ عليكم السلام. طيب والثاني؟ الثاني عندي واحدة من عيال جماعتي قريبة مني ساكن عندي في البيت ولا يصلي، وحاول فيه بكل الوسائل ولكن طيب بلا جدوى. شكرا يا أبو فهد. سم شكرا يا أبو فهد. تفضل يا شيخ. السؤال الأول عن السلام في المسجد إذا دخل المصلي المسجد وسلم عليهم يا شيخ. البداء بالسلام سنة. نعم. المسجد وفي غيره. ورد طيب. السلام واجب في المسجد وفي غيره. نعم. يقول واحد من جماعتي معي في البيت ولكنه لا يصلي، هل أنا آثم في ذلك؟ الذي لا يصلي أخرجه من بيتك، إذا أبى أن يصلي وأنت نصحته ولم يمتثل يجب عليك إخراجه من بيتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم إبراهيم من الرس في القصيم تقول تعودنا في شهر رمضان المبارك في السابق أننا نخرج من بيتنا عشاء اسمه عشاء الوالدين، لكن سمعنا في الآونة الأخيرة أن هذا بدعة، فما صحة هذا القول؟ لا، ما هو بدعة يا أخي، إطعام الطعام في رمضان من أفضل الأعمال، والناس بحاجة في رمضان إلى الطعام خصوصا الفقراء، فاستمروا جزاكم الله خيرا في إطعام الطعام في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان أفضل. نعم. حتى تحت مسمى عشاء الوالدين يا شيخ؟ نعم، إهداء الثواب للوالدين. نعم. إهداء الصدقة، وهذا من الصدقة، إهداء الصدقة للوالدين هذا ثابت في السنة والحمد لله. نعم. أثابكم الله فضيلة الدكتور. أيضا بالمناسبة والحديث عن شهر رمضان المبارك، عندما يدعو الإمام بالقنوت وتمجيد الله سبحانه وتعالى، هناك من يقول يعني سبحان الله سبحان الله، ما صحة ذلك؟ يقول سبحانك إذا أثنى على الله. نعم، يقول سبحانه من باب التمجيد لله والتعظيم لله عز وجل، لا بأس بذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذه أم سعد من حريم لا تقول ما معنى حديث إن الرقى والتمائم شرك؟ نعم، إن الرقى المراد الرقى الشركية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل، أو فيها ألفاظ أعجمية لا تفهم وتمتمات، هذه شرك. أما الرقية التي من القرآن ومن الأدعية الشرعية هذه رقية جائزة، قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. نعم، والرقى والتمائم ما يعلق على الأولاد يتقون به العين، فإن كان المعلق فيه شرك أو فيه ألفاظ لا تفهم أو فيه دعاء لغير الله فهذا شرك. أما إن كانت التمائم، وهذا بالإجماع ممنوع، أما إن كانت التمائم من القرآن مكتوبة من القرآن ومن الأدعية الشرعية هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تعلق ولا تستعمل. نعم، والتولة شيء من يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، وهذا نوع من السحر. نعم، أثابكم الله. هل يجوز كشف السحر عن شخص ما؟ لا يجوز إلا بالرقية الشرعية والأدعية الشرعية والقرآن، ولا يجوز بسحر مثله، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، ولكن يجوز بالأدعية والأدوية المباحة. نعم،
وإذا كان القصد فقط يكشفون هل هو مسحور أم لا؟ نعم، إذا كان قصدهم يكشفون أن هذا الشخص مسحور أم لا فقط ولا يفكون السحر. يا أخي السحر بين، ما هو خفي السحر. نعم. فالله شر بين، يظهر على الإنسان في تصرفاته وفي عقليته وفي جسمه يمرض، فالسحر بين ما يحتاج إلى كشف. نعم. طيب الأخ جبران من الحسا تفضل بالسؤال. يا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ، في كثير من الفتوات يقولون أن التسبيح باليسار حرام أو أنه بدعة أو أنه يؤدي إلى التسبيح. أعد أعد، التسبيح باليسار، التسبيح باليسار، التسبيح باليسار هل هو جائز أم يقولون أنه حرام؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. يا أخي التسبيح باليدين بالأصابع هذا مستحب، باليد اليمنى وباليد اليسرى جميعا، أليس هو يرفع يديه في الدعاء أو يرفع اليمنى فقط؟ كذلك أليس هو يرفعهما عند التكبير وعند الركوع وعند تكبيرة الإحرام أو يرفع اليمنى فقط؟ هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء جهلة ولا يدرون ما يقولون. نعم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح أبو بندر من الخرج يقول حكم الحسد وهل فيه شيء مرغوب؟ الحسد على نوعين، حسد بمعنى الغبطة، أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك من العلم أو من المال أو من الجاه الذي تنفع به إخوانك، هذا طيب، هذه غبطة، ولك من الأجر مثل أجره حسب نيتك. وأما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن المحسود فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو اعتراض على الله سبحانه وتعالى ولا يجوز، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث. نعم نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال، الأخ محمد من أبها تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم عندي سؤال من شقين. الشق الأول زيارة القبور يوم الجمعة، زيارة يدعو للميتين. الشق الثاني أنا جيت على خط السودة ودعس حيوان قدامي وأنا ما أنا راضي به، فأبغى أستفسر عن فضيلة الشيخ. طول عمرك وشكرا لكم. شكرا لك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. زيارة القبور يا أخي إذا كان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى، هذه زيارة شرعية ولا تخصص بيوم معين، لا بيوم الجمعة ولا بغيره، في أي وقت تيسر لك زيارتهم إنك تزورهم لهذا الغرض. نعم. السؤال الآخر يقول أنه السؤال الثاني يقول دهس حيوان هل عليه إثم؟ إذا كان متعمداً فعليه إثم، وإن كان غير متعمد، فإن كان هذا الحيوان مملوكاً لأحد فلا بد أن تدفع قيمته له إلا إن سمح بذلك. نعم أثابكم الله. الأخ عبد العزيز من مكة المكرمة يقول ما هو السبيل الأمثل لتحقيق حسن الظن بالله تعالى؟ الإيمان، صحة الإيمان بالله عز وجل والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه. نعم. سؤاله الآخر يقول ما معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرد القدر إلا الدعاء؟ الدعاء من القدر يا أخي، الله قدر أنك تدعو، فالذي قدر القدر قدر أنك تدعو، والدعاء يمنع القدر بإذن الله، معالجة القدر بالقدر كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قضاء الله من قدر الله إلى قدر الله. نعم نعم بارك الله فيكم. يقول أحيانا يعني نستبطئ الإجابة الدعاء من الله عز وجل، هل في ذلك خير؟
نعم قد يكون الخير في تأخير الإجابة، وقد يدفع الله عنك من الشر مثلها، فأنت عليك الدعاء ولا تستبطي الإجابة وتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي وتترك الدعاء. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فعليه أن يحسن الظن بالله وأن يكثر من الدعاء ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. نعم. الأخ ثامر من عرعر يقول: هل صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة؟ نعم تصح إمامة الصبي المميز، من صحت صلاته فإنه يأم الناس إذا كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فقد أما عمر بن سلمة قبيلته وهو ابن 7 سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. نعم. أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم صالح، تقول: نلاحظ تساهل بعض النساء بالكشف والسفور في صلاة الأفراح، هل من توجيه ونحن خاصة هذه الأيام نحضر المناسبات والزواجات؟ صلاة الأفراح غير منضبطة، والاستراحات يحصل فيها منكرات، لأنه يحضرها الجمع من الكثير من النساء، وقد يكون فيهن من هي غير ملتزمة. فإذا كان بإمكانك الإنكار ومنع المنكرات فالواجب الحضور عليك، أما إذا وإذا دعيت، وأما إذا كنت لا تقدرين على إنكار المنكرات التي تحصل في هذه الاجتماعات فلا يجوز لك الذهاب إليها. نعم.